البحث في العلوم الشرعية له أسرار، وللكتابة الشرعية فنون كذلك، وللقراءة النصية في الكتب العتيقة منارات وإشارات. كيف تبدأ؟ كيف تجمع؟ ما المزالق التي يجب أن تحذر منها؟ ما أكثر أخطاء الباحثين والكتاب والشراح لئلا تسقط فيها؟ كيف تميز الكتب المعتمدة عن الكتب غير المعتمدة؟ كيف تفهم مراد المؤلفين؟ كيف تصوغ ما فهمته من كلام الكتب الشرعية؟ أقدم لك في هذه الدورة 5 باقات من أسرار البحث والكتابة والقراءة النصية في الكتب والمصادر الشرعية.